اهلا بيكم طلبه اوليفال بيولوجي. بقدم لك في الكورس ده فول اندرستاندنج للبيولوجي كورس، بعد كده في اذر كورس كويك ريفيجن، برضو في فولي انسرد بس بيبر، وان شاء الله يكون كل حاجه مفيده بالنسبه لكم. قبل ما ابتدي على الفيديو ده، عايز اقول لك ان السل هي سر الحياه، كلنا وكل الكائنات. For example, a human being ابتدت حياتنا as one cell. Sperma from the father, ovum from the mother. وبعد كده السيلز قعدت تعمل division وتزيد في العدد لغاية لما بقينا بالشكل ده. معنى كده أنه سر الحياة كله هو عبارة عن السيل. الماتيريالز اللي موجودة في السيل، اللي موجودة في البكتيريا، في النملة، في الصرصار، في الحمار، في الهيومن بينج، هي نفس الماتيريال. السيتوبلازم اللي موجود هنا هو اللي هنا هو اللي هنا. الدي ان ايه اللي شايل انهيرتد انفورميشن في النملة، في الصرصار، في الحمار، في الهيومن بينج، they are all the same. عشان كده احنا كل الكائنات جت من بعضها. يمكن انت تبص على نفسك وتقول البادي ده بتاعي، لا 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 خالص، البادي ده كان في كائنات اخرى وابتدى يدخل جواك ويكونك. ابتدت حياتنا as one cell, as you remember, sperm from the father, ovum from the mother, عمل one cell which is known as zygote. السيل دي ابتدت تكبر على اي اساس؟ materials جوه السيل دي او جوه البادي بتاعك ده كانت جوه بقره، وفي يوم من الايام دخلت جواك بشكل لحمه انت اكلتها، او كانت في جوه بلانت ودخلت جواك في اكل انت اكلته، او كمان كانت في soil، ممكن تبقى عبارة عن فيرتيلايزر، مانيور، يورين وفيسز، وبقت جواك لما البلانت أخذ الماتيريالز من الأرض، ولما ابتدى البلانت يكون الفروتس بتاعته وانت أكلت البلانت ده، الماتيريالز اللي كانت في الأرض بقت جواك. ووقت من الأوقات الماتيريالز اللي فينا هتبقى في other organisms، الماتيريالز اللي فينا هتبقى في other organisms. الحقيقة الوحيدة القائمة في الحياة إن احنا كلنا هنموت، ولما نموت هندفن وهيحصل لنا decay decomposition، والماتيريالز اللي فينا هترجع للأرض مرة تانية. ممكن المدافن اللي اتدفننا فيها بعد سنين تتحول لأرض ممكن تتزرع، وعاب الفكرة هتبقى كمان أرض fertilizer لأن فيها many dissolved material. ولما تتزرع تخيل لو عدوا وزرعوها، ولما زرعوها برسيم، اللي جوه جسمنا بقى جوه البرسيم، عدى حمار كل من البرسيم، واللي جوه جسمنا بقى في جسم الحمار. And this is the cycle of life. So remember that all living organisms, they have the same materials. والماتيريالز دي عمالة تتحول من كائن لكائن 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 in a cycle. تعال نبتدي بتركيب plant cell وanimal cell. وخلينا مع البداية نحاول نحفظ الليبلز كويس قوي. تعال نبتدي مع cell زي كده. This is a plant cell. This is a plant cell. Our plant cell is surrounded by wall, and this wall is known as cell wall. This wall is known as cell wall. وراء cell wall هتلاقي فيه membrane رفيع known as cell membrane. مرة تانية، من برة في البلانت سيل موجود cell wall. وراء cell wall الممبرين الرفيع ده هو عبارة عن cell membrane، بينما هنا ده jelly like material اللي هي عبارة عن السيتوبلازم. جوه البلانت سيل هلاقي فيه نيوكليوس، وهلاقي كمان فيه كلوروبلاست، وهلاقي حاجات تانية هنتكلم عليها. خلينا الأول نبتدي بأن احنا نتعرف على الليبلز، وبعد كده هنتكلم على خطوة خطوة في الليبلز. مرة تانية، البلانت سيل is surrounded by wall known as cell wall. وراء السيل wall cell membrane. بعد كده jelly like material which is cytoplasm, nucleus and then chloroplast. وفي نفس الوقت هلاقي فيها large sub vacuole. This is the structure and labels of the plant cell. تعال نتنقل على labels في الانيمال سيل ونحاول نحفظهم مع بعض، وما تنساش هبتدي اتكلم على كل واحد من دول structure and function. cell membrane, jelly like material which is cytoplasm, nucleus containing substance known as DNA, and you can find the small vacuoles in the animal cell, and the small vacuole is known as vesicle. Vesicle في البلانت سيل is known as sub vacuole. في الانيمال سيل it is known as vesicle. تعالى البداية مع البلانت سيل، وهنا اللي بره ده زي ما اتفقنا is known as cell wall.
So remember that the plant cell is surrounded by a wall, and this wall is known as cell wall. كل التكنس دي عبارة عن cell wall. تاني كل التكنس دي عبارة عن cell wall. عشان كده لو شاور بره هنا cell wall. لو شاور هنا in the middle برضو ده cell wall. Cell wall made of a substance, and this substance is known as cellulose. This material is known as cellulose. Cellulose. And this cellulose is non-living material. Cellulose is non-living material. وعشان أقرب لك الفكرة عبارة عن إيه السيلوز، أنا أفترض إن أنت جبت أي فيجيتابل خاص مثلا، دقيت عليه، طلعت كل الجوس اللي فيه، فضلوا شوية فايبرز، mainly دول عبارة عن السيلوز. السيلوز اللي هو عبارة عن فايبرز، والفايبرز دي crossing each other كده بالشكل ده، وبدام الفايبرز crossing each other فبينهم هيكون في gaps، والجابس دي تقدر تعدي أي ماتيريال، أي ماتيريال عايزة تعدي من السيل وول، عايزة تدخل جوه السيل، عايزة تخرج بره السيل، تقدر تعدي من السيل وول ده. عشان كده this cellulose cell wall we say that it is fully permeable. Fully permeable. Permeable يعني يمرر، يقدر يعدي كل حاجة. طب إذا كان fully permeable، إيه الفانكشن بتاعته؟ السيل وول protect the cell and give the cell its shape. Cell wall protect the cell and gives the cell its shape. نروح وراء السيل وول وهنلاقي ده اللي هو السيل ميمبرين. السيل ميمبرين بروتين فات and كربوهيدرات. السيل ميمبرين is partially permeable. Sometimes we say that it's semi-permeable. يعدي حاجات وحاجات لا. تاني cell membrane protein fat and carbohydrate. And this cell membrane is partially permeable أو semi-permeable. معناها أنه بيعدي بعض الحاجات وبعض الحاجات لا. From outside to the inside of the cell and from inside to the outside of the cell. And therefore the function of the cell membrane is to control what enters and what leaves the cell. Also the cell membrane surrounds the cytoplasm and the cell organelles. Cell wall and cell membrane. مش هنسى لو شاور في النص كده كده ده امتداد السيل وول، لان كل التكنس دي عباره عن السيل وول. ارجع مره ثانيه، خلينا في السيل وول اللي بيحيط البلانت سيل اللي معمول من نون ليفنج ماتيريال نون از سيلولوز، وتخيلنا عباره عن ايه السيلولوز، والسيلولوز از فولي بيرميبل. فولي بيرميبل ما يمنعش اي حاجه، اي حاجه تقدر تعدي. وإذا كان fully permeable أمال إيه الفانكشن بتاعته؟ We said protect the cell and give the cell its shape. من جوه هلاقي السيل ميمبرين، and this cell membrane protein, fat and carbohydrate. And this cell membrane is partially أو semi permeable، يعدي حاجات وحاجات لا. And therefore we can say that its function is to control what enters and what leaves the cell. And then the jelly-like material دي اللي هي عبارة عن السيتوبلازم، والسيتوبلازم ده exactly عامل زي الوايت اوف رو ايج، زي بياض بيضة مش مستوية، like the white of raw egg. ده هو عبارة عن السيتوبلازم. طب تعالى نشوف كده، هنلاقي النيوكليوس، والنيوكليوس فيها الماتيريال اللي شايلة الانهيرتد انفورميشن اللي هي الدي ان اي، and the function of the nucleus is to control the different activities of the cell. بلاقي كمان في ميتوكوندريا، singular of mitochondria is mitochondrion، وهنشوفه بعد كده بالتفصيل. الميتوكوندريا هي site of process of aerobic respiration، وبالتالي هنا بتطلع الانرجي، هنا بيحصل release of energy، وكل ما السيل تبقى active اكتر عدد الميتوكوندريا اللي فيها بتبقى اكتر. اتخيل سيل في السكين وسيل في مصل، اكيد السيل في المصل عدد الميتوكوندريا اللي فيها هيبقى أكتر. We can find the chloroplasts كذا chloroplast، والchloroplast جوا green material known as chlorophyll. Chloroplast جوا green material known as chlorophyll. And the function of this chlorophyll ياخد light energy يحوله لchemical energy أثناء process بنسميها photosynthesis، هنتكلم عليها بعد كده in details. هنا بلاقي في large sap vacuole. Large sap vacuole متخزن فيها food, stored food، احيانا بعض waste products. واللarge sap vacuole هي اللي بتفرق ما بين طعم plant و other plant. كل plants كل الفروتس مثلا عندها cell wall، عندها cell membrane، عندها cytoplasm، لكن اللي بيفرق مثلا ما بين طعم مانجا برتقان او whatever الماتيريالز اللي موجودة جوه الفاكيول. large sap vacuole. خليني استرجع معاك واحاول تحفظ معايا كويس قوي الاستراكشر اوف بلانت سيل.
شاورما من بره، من هنا، من هنا، من بره، ده عبارة عن سيل وول. شاورما في النص ده برضو عبارة عن السيل وول. معنى كده إن كل الثيكنس ده عبارة عن السيل وول. ريمبر ده السيل وول معمول من مادة اسمها سيلولوز، معمول من مادة اسمها سيلولوز. السيلولوز ده زي ما اتفقنا فولي بيرميبل، زي ما اتفقنا كان عامل زي فايبرز كده، والفايبرز عامله زي نتورك، شبكه، وبينها في جابس تقدر تعدي اي حاجه. عشان كده قلنا السيل وول فولي بيرميبل، ما يمنعش اي حاجه ان هي تدخل او تخرج، فولي بيرميبل. And its function is to protect the cell and give the cell its shape. جينا من جوه هنا ولقينا سيل ميمبرين، بروتين، fat and carbohydrate، ولكن ده semi permeable او partially permeable، يعدي حاجات وحاجات لا. عشان كده الفانكشن بتاعته control what enters and what leaves the cell، also surrounds the cell organelles، المكونات اللي جوه السيل، وبحالها نوع من البروتكشن. جينا بعد كده لقينا النيوكليوس، اهي كده اكس ده النيوكليوس، والنيوكليوس جواها الماتيريالز ذات كارز ذا انهيرتد انفورميشن، واللي اسمها دي ان اي، واللي في الكورس ده هتعرف عنها بعض الديتيلز. والدي ان اي اللي شايل انهيرتد انفورميشن خلى النيوكليوس عندها ابيليتي ان هي تكنترول بطريق مباشر او غير مباشر كل الاكتيفيتيز اوف ذا سيل. So the nucleus contains the genetic material DNA and it controls the different activities of the cell. The jelly-like material اللي هو عبارة عن السيتوبلازم، it's like white of raw egg، هو site of different metabolic reactions، كتير من reactions بتحصل جواه. لو جينا نبص على ده، ده ميتوكوندريون، وحدكم ما تنسوش ميتوكوندريون، ميتوكوندريون، ميتوكوندريون. ما تنساش انه singular ميتوكوندريون ولكن plural mitochondria. And it is the site of release of energy by a process known as aerobic respiration. مرة تانية، الميتوكوندريا هي site of a process known as aerobic respiration، وهنا بيتكسر الفود بتطلع energy. عشان كده مرات يقولوا على الميتوكوندريا the power house of the cell، وكل ما السيل تبقى اكتف اكتر عدد الميتوكوندريا اللي فيها يبقى اكتر. زي ما اتفقنا سيل في السكن، سيل في المصل، اكيد السيل في المصل هيبقى فيها عدد ميتوكوندريا اكتر لانه شغلتها هي release of energy. تعال نفتكر كمان كلوروبلاست، واللي جواها green substance known as chlorophyll اللي بتاخد اللايت انرجي تحوله into chemical energy. اما الدي هي عبارة عن large sub vacuole، زي ما اتفقنا بيتخزن فيها الفود الموجود محتاجة السيل، مرات يتخزن فيها بعض الويست برودكت، جواها بيجمنت بتدي الكالر بتاعت السيل زي الكالر بتاعت البيتلز بتاعت الفلاورز. لكن كمان قدام شوية هنعرف تفاصيل أكتر على الفانكشن of the large cell vacuole. This is the plant cell. تعال نتكلم على الانيمال سيل وهيومن سيل، لأن الهيومن يعتبر the highest animal. لكن الليبلز بتاعتنا مفيش سيل وول، مفيش سيل وول، زي ما انت شايف هنا مجرد سيل ميمبرين. So one is the cell membrane. It is like that of the plant cells، سيل معمول من بروتين، فات، وكربوهيدرات. سيل ميمبرين عندها السيل وول، معمول بروتين وفات وكربوهيدرات، نفس الفانكشن control what enters and what leaves the cell because it is semi or partially permeable. And the jelly-like material number two which is cytoplasm. Cytoplasm. وما تنساش number three nucleus، جوا المادة اللي اسمها DNA that carries the inherited information. بلاقي هنا number four mitochondrion، وما تنساش mitochondrion is singular plural is mitochondria. Mitochondria is site of aerobic respiration، وهنا يحصل release of energy. هل يا ترى جوه السيل في حاجات تانية؟ بيبقى في vacuole صغيرة، والvacuole الصغيرة اللي موجودة في الانيمال سيل بسميها vesicle، أسميها vesicle. بيبقى في many vacuoles، it depends على الactivity of the cell. عملنا plant cell، عملنا animal cell، اتكلمنا على functions، لكن هل في details أخرى ممكن أشوفها في plant cell أو في الانيمال سيل؟ ممكن أشوف جوه plant cell والانيمال سيل عبارة عن membranes continuous بالشكل ده، membranes continuous بالشكل ده اهو، واوريك الشكل بتاعها برضو على other figures. ودي بيبقى عليها عبارة عن organelle صغير بالشكل ده اهو،
اورجانيل صغير، وافتكر اي ليفنج ستراكشر جوه السيل بسميه اورجانيل، يعني النيوكليس اورجانيل، الكلوروبلاست اورجانيل، الميتوكوندريون اورجانيل. ايه دول بقى اللي هي بتبقى موجوده داخل البلانت سيل والانيمال سيل وما بتتشافش غير لو بنستخدم الكترون مايكروسكوب؟ دي بسميها اندوبلازميك ريتيكولم، مش هنسى برضو الممبرينز دي اسميها اندوبلازميك ريتيكولم. تاني اندوبلازميك ريتيكولم، الممبرين سميناها اندوبلازميك ريتيكولم الممبرينز دي، ولكن عليها بلاقي الاورجانيل الصغير ده اللي اسمه رايبوسوم. الرايبوسوم شغلته يعمل بروتين، سو بروتين سينثيسيس، انا ترم سينثيسيس معناها فورميشن. بروتين سينثيسيس بيحصل داخل الرايبوسومز، عشان كده الرف اي ار بيبقى عليها رايبوسومز ذات كاري اوت بروتين سينثيسيس. خلينا نحط بلانت سيل جنب انيمال سيل and then start comparison, and our comparison includes similarities and differences. Similarities and differences. تعال أول بالsimilarities. الاثنين عندهم cytoplasm. الاثنين عندهم cytoplasm. الاثنين عندهم cell membrane. Cell membrane. الأحيان يقول عليه plasma membrane أو cell surface membrane. So both contain cytoplasm. سيل ميمبرين او سيل سيرفس ميمبرين او بلازما ميمبرين. الاثنين عندهم نيوكليوس اللي فيها الدي ان اي ذات كارز انهيرتد انفورميشن. الاثنين عندهم ميتوكوندريا. الاثنين عندهم كمان الرف اي ار اللي عليها رايبوسومز. رف اي ار اللي عليها رايبوسومز. But what are the differences? A difference دي may contain chloroplast. وافتكر ان مش كل البلانت سيلز contain chloroplast. may contain chloroplast، والchloroplast ده اللي جوه الجرين سبستنس اللي هي known as chlorophyll، واللي بتاخد اللايت انرجي تحوله into chemical energy during photosynthesis. اما الديفرنسز ما بين البلانت سيل والانيمال سيل، البلانت سيل عندها سيل وول مش موجود عند الانيمال سيل. البلانت سيل ممكن يكون عندها chloroplast مش موجود في animal cell. هنا في larger vacuole بيكون في هنا small vacuoles. ده عبارة عن comparison بسيط ما بين plant cell والanimal cell. اللي عايزك كمان تاخد بالك منه انه plant cell والanimal cell مش flat زي ما احنا بنرسمهم، ولكن they are 3D shape اهو باينه كده، وباين منها جزء شايلينه من بره كده. Plant cell and animal cell 3D shaped، هما مش flat زي ما احنا بنرسمهم. ما تنساش ان جوه السيل في حاجات تانية كتير قوي اللي هي مش involved في الكورس بتاعنا، عشان كده لو بتبص على references وتشوف فيها التفاصيل اعرف ان الحاجات دي مش عندنا في الكورس. This is a plant cell. ادي cell wall، cytoplasm، chloroplast، ميتوكوندريا، وعندها نيوكليوس، والنيوكليوس فيها الدي ان اي. بعض التفاصيل طبعا زي ما اتفقنا كتيره اللي هي مش انفولفد في الكورس. ادي ده كمان اذر فيجر اللي من خلاله تقدر تتخيل ان السيل 3 دي شيب وان فيها ستراكشرز كتيره، مش مجرد الكلمتين اللي انت اخذتهم. ولا زال العلم لغايه دلوقتي بيحاول انه يعرف بعض التفاصيل عن السيل، لكن الحقيقه لغايه لحظتنا دي كتير قوي علامات استفهام كبيره جوه السيل. السيل سر الحياه، هي المكون الاساسي لكل الليفنج اورجانيزمز، وعشان كده اكتشافها هيخلينا نكتشف حاجات كتيره عن الحياه احنا لسه لازلنا ما نعرفش غير حاجات بسيطه عن اللي جوه السيل. اللي قدامنا دي عباره عن بكتيريا، وزي ما شفناها في الفيديوز اللي قبل كده واحنا بندرس البكتيريا والفيروس، فالبكتيريا ما عندهاش نيوكليوس لكن عندها مجرد دي ان اي نوت انكلوزد ان ذا نيوكليوس، مش جوه النيوكليوس ولكن مجرد الدي ان اي. السيلز وضوط نيوكليوس هسميها بروكاريوتيك سيلز. مره ثانيه، سيلز اللي ما عندهاش نيوكليوس هسميها بروكاريوتيك سيل، والسيل اللي عندها نيوكليوس هنسميها يوكاريوتيك سيل. سو انيمال سيلز، بلانت سيل، ذي ار يوكاريوتيك سيل. المثال عليا بس البكتيريا از نون از بروكاريوتيك سيل، اند ذا تيرم برو معناها بيفور، كاريون يعني نيوكليوس، وبالتالي بروكاريوتيك يعني بيفور نيوكليوس، ما عندهاش نيوكليوس. وايل يوكاريوتيك سيل، يو يعني افتر كاريون نيوكليوس، عندهم نيوكليوس. قسمنا السيلز لنوعين، بروكاريوتيك سيل اند يوكاريوتيك سيل. بروكاريوتيك سيل ما عندهاش نيوكليوس، يوكاريوتيك سيل هاز ا نيوكليوس.
هنتكلم على ستيب. اذا كنا عرفنا الاستراكشر بتاع السيل فاحنا هنتكلم على حاجه هنسميها ليفلز اوف اورجانيزيشن. ليفلز اوف اورجانيزيشن مستويات تكوين الليفنج اورجانيزم من اصغر للاكبر. فبيبتدي الليفنج اورجانيزم جوه اصغر حاجه ليفنج جوه السيل از نون از اورجانيل. مش هنسى الكلمه اورجانيل. اني ليفنج استراكشر السيل اسميه اورجانيل. كلوروبلاست اورجانيل، ميتوكوندريون اورجانيل، نيوكليوس اورجانيل. اني ليفنج ستراكشر ان ذا سيل از نون از اورجانيل. كل مجموعه من الاورجانيلز مع بعض هتعمل سيل. كل مجموعه من الاورجانيلز مع بعض هتعمل سيل. ما تنساش بنتكلم في وات از نون از ليفلز اوف اورجانيزيشن، مستويات تكوين الليفنج اورجانيزم. ابتدينا باصغر ليفنج ستراكشر جوه السيل بسميها اورجانيل. ما تنساش اورجانيل، ليفنج ستراكشر ان سيل، كلوروبلاست، ميتوكوندريا، نيوكليس and even vacuole is known as organelle. كل شوية organelles مع بعض عمل cell. كل شوية similar cells بيعملوا function معين سميهم tissue. تاني، كل group من cells عندهم similar، مش identical but similar structure and perform certain function اسميهم tissue. يبقى ابتدينا أورجانيل، كل شوية أورجانيلز عملوا سيل، كل شوية سيلز عملوا تيشو. مصل سيلز توجذر عملوا مصل تيشو، نيرف سيل توجذر عملوا نيرفس تيشو. وفي البلانت قدام هتدرس سايلم فلويم، مش ضروري تبص عليهم دلوقتي. كل شوية تيشوز مع بعض هيعملوا أورجان، كل شوية تيشوز مع بعض هيعملوا أورجان. مثلا الليفر از ان أورجان، الاستومك is an organ، الهارت is an organ. خلينا نتكلم على الهارت being organ، فهو متكون من tissues، عنده nervous tissue بتديله احساس، عنده muscle tissue بتديله ability to contract. في البلانت الليف بنسميها organ والروت برضو بنسميه organ. كل شوية organs مع بعض بيعملوا certain functions سميناهم organ system. organ system like digestive system، respiratory system، circulatory system. Okay, so remember levels of organization، مستويات تكوين a living organism. تعال نبتدي من الأول. قلنا أصغر حاجة organelle، nucleus، chloroplast، mitochondrion. كل شوية organelles مع بعض عملوا cell. كل شوية similar cells together عملوا tissue. كل شوية tissues مع بعض عملوا organ. كل شوية organs مع بعض يعملوا certain functions سميناهم organ system. كل شوية organ system هيعملوا organism. These are the levels of organization. هل يا ترى كل cells زي بعضها؟ يعني liver cell زي muscle cell زي nerve cell؟ لا، مش زي بعض. كل cell يحصل فيها تغير في الشكل عشان تعمل function معينة هنسميها modified cell. ابتدت حياتنا كل السيل زي بعض، لكن بعد شوية بعض السيلز هتبقى ليفر سيل، بعض السيلز هتبقى ماسل سيل. and this known as modification. so what I mean by the term modification، modification تغير في الشيب أو الستركتشر أو الاثنين. طب ليه السيل اتغيرت في الشيب أو الستركتشر؟ to perform certain function. so remember the term modification، a change of shape or structure to perform a certain function. modified cell، cell changed in shape and structure to perform a particular function. ده كان الدرس اللي بيتكلم على cell، a levels of organization. ما تنساش كده احنا عملنا ال understanding، لكن كمان هيبقى في فيديوز اخرى عبارة عن quick revision اللي بتساعدك ان انت تحفظ الجزء ده كويس قوي.